جاتني واحد الورقه وصيه بالمدينه المنوره، قال لك يا ودي الشيخ احمد نام الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد قال لك يا ودي لازم دير ورقه وشغل كش نفهمك، لازم دير فوتوكوبي 25 وحده وتشر بها للناس صرا لك حاجه مليحه، واذا ما درتهاش قال لك كابا بصاك شافت عيانة ولا يا اخوان ان شاء الله دير فوتوكوبي ولا كش ما يصرا ولا يا اخي لازم تدير فوتوكوبي و فوتوكوبي 25 واحد يتصار لك حاجه مليحه ان شاء الله ان شاء الله خوتي. هذه بدعه. بدعه؟ كيفاش بدعه اختي؟ هذه شو الامام نام نام الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صح هو من تحت عليك واش كتب لك؟ قال لك يا ودي شو لو كان دارها لو كان دير فوتوكوبي عليها تصار لك حاجه مليحه. نقول لك انا درتها وما كان والو. انت درتيها ديجا ما صار لك والو؟ لا بالك اختي بالك راحت لك عفسات عشر عليك اختي. وصية هذه قال لك من المدينة المنورة اخو. انت جا ثقتك دوك نياتك انا ماشي يا اخو باسكو انا كتبت انا لتحت شو واش مكتوب؟ قال لك تنشرها ربي يرزقك بدراهم ما تنشرهاش ولا ها شو كذاب هذه وصية. قريتها نام الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بعتوها لي والله ما على بالي. عندك ثقه انت في الناس هذا؟ قلت انا ما نقعدش نكذب عليك والله. كبر راسك يا اخويا. صباح بيبي لاباس. الله يحفظك يا اخو خير ان شاء الله يا اخو هبالك والله غير يا اخو غير ربحت عليك يا الحمد لله يا اخويا اوه سربيت الورقه هذه غير كملت الاخر ضربت مع الطوموبيل ولقاه هباك وشنو لي زون الله يحفظك انا هنا انا لا قال لك 30 انت مدردي في راه بنادم هكذا ما فهمت والو انا قلت انا خيرتك انت يا اخو باش دير عليها فوتوكوبي وان شاء الله خير يا اخو كان يا امين ان شاء الله الله يحفظك يا اخو وحبيبي والله غير سلم لك على راسك ربحت عليك اوه كي سربيت الورقه؟ وزعت 30 انا مديت له راني مديت الورق انا اخو واحد يا اخو انت هذيك تاع الوصايا اه هذه هي تاع الراس صلى الله عليه وسلم يا اخو قول لي بدعه قال له بدعه ما بدعه ما والو اخو وين بدعه؟ انا عندي ندعي نطلب نصلي على النبي ندير صلى الله عليه وسلم بصح باش هذا يجي واحد يفرض عليا شوف حاجه اللي هي مرغومه عليك حاجه اللي مرغومه عليك ما عندك فيها حتى شيء انا نقول لك صار لك والو تضمن لي اه بيان سير بيان سير حبيبي شوف الورقه هذوك نوري لك تفضل حبيبي انا خيرتك مع الدوره تاع الطوموبيل ونلقى ونلقى مليون و200 انا باش يا خويا الحمد لله نعم يا ودي راه سربيها حبيبي سربيها نعم هذه بعتوها لي في الانترنت حبيبي أكرم كيفها؟ حاجة مليحة سربيها 30 واحد إن شاء الله فيها خير يا أخوان. كل ما تسربيش كش ما يصرى لك هو. الله يحفظك يا أخو. كاين ناس أنا عم كونه. حاول تأكد. أنت أعطيني دليل بلي هذا. لا معليش أنا بكرة أنا سقسيته. ومن بعد أنا من السوق أنا نروح نزيد نجيب. أنا قال لي بلي هذا عمتك زعما. أنا يا أخو أنا مقبيلة مالا مقبيلة باش نقول لك هاو كان معايا جا واحد قال لنا صح لقيت الدراهم يا أخو. مكتوب ربي يا ماشي العفسة هذه يا ولاد. لا لا جا كي سربة 30 أخو كاينة منها لا ماكش منها. كان ربي سبحانه هو الرزاق على كل حال على كل حال ناس ما فهمش انا تسمى هذوك تاع سيدي عبد الرحمن كيتم الدراهم ثاني ما كانش منها ما كانش منها مشرك هكذاك هكذاك عباده هكذاك ويدير غير الله هو الرزاق هو كل شيء ربي كيفاش احنا ماشي سمحنا شغل جدودنا قال لك لازم سيدي عبد الرحمن تعطي له دراهم احنا جدودنا هادو ما كانوش صحابه كانوا اميين اتصلاتي دفعوا انا راني حايره انا جامي سمعت بها سيدي عبد الرحمن ما كاش منها هذه ما كاش منها بلي تروح ليه وين كي تدور سبعه خطرات منها ما كاش منها هذه كاع يا ربي هذه كاع الشرك هذاك يا الناس الناس مازالهم راكدين هذا كاع الشرك وتمد الدراهم وتمد لهذاك اللي في يديهم الدار وهذاك الشيخ اللي قاعد تما كاع هذيك كاع في كاع بدعوه خرافات خرافات وانسان يزيد سيئات الكبرى فوق داره على ما تلقش انت باش تلق سيئات تزيد على يا خويا بارك الله فيك ربي يحفظك عجبتني الهضره تاعك هذه ماشي ما يصرالك والو باذن الله باسكو ماشي هو الخالق هو المخلوق هذا الانسان اللي قالها مخلوق ماهوش خالق ربي اللي قال لك بارك الله فيك ربي يحفظك الحال ربي يخليك هذه الامور ثبت وشوف ما دام العالم هذا الشيخ احمد العالم احمد تاع المدينه المنوره احمد حامل هذا شو قال هنايا؟ قال لك حامل مفاتيح الحرم انا واش قال لك؟ قال لك حاول تكون ذكي شويه واش اخو؟ كما تعرف اللي كاين يسمع راه في الدومين واقيلا الدومين كنا نقرا في السيام كانوا ثاني خرجوا هذا واش بيبي؟
صافا فهم كيجي نجي من باب الواد على جالك لقيت مليون و200 انا والله يبارك يا لي زومي هذا مديكم قبل ورقه يا ما لي درت مع الدوره هذا ما لي درت مع الدوره كملت 30 ورقه ونلقاهم يا خويا بصحتك بصحتك سير بين 30 ورقه 30 زيد لي زيد لي لا لا لازم 30 دي فيهم هادو ثلاثه نديك لهم وحده يا لازم ندير فيهم ما نقدرش نعطيك زوج ورقات شغل هذاك انا اللي كيديتهم حبيبي نولي ندير 30 نمد لك 30 ديرك يا خو لا لا لازم ندير فيهم معليش انا ندير وحده لوجهي لا 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 معليش لا 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 حاشا خو بارك الله فيك بارك الله فيك يا بارك الله فيك بارك الله فيك يا ضربوا الدجاج كلوا الدجاج يا خو حاجه دنيويه خطيك كاين شي ناس يجي من السعودي يجيب لك واحد لي فورميلاف هذه الداوي هذه وهذه الداوي سي لا كاتاستروف الدنيا راهي تمشي تبارد ما داو الدنيا راني خفت انا خفت لو كمان سربي اش ما يصرى لي صح ما لا سربي لازم تسربيها وخلاص لا نيتك سربي هكذا وخلاص لا نيتك هكذا سربي لا نيتك هكذا سربي سربي لو كان ما تسربيهاش يصار كيف نسب سي عيانة ولا سربي لازم 30 واحد يعني انا درت فوتو طوفيوني سربي والله يا خويا نقول انا ما نكذبش عليك راني مشني من هنا راني فهمتي خويا انا هذه مش نمشي من هنا هذه تاع الناس كامل خو من كذاب هذه شخصا كذاب هذه وصل فقد ابنه في نفس اليوم خليك من الكاميرا هو انت داخل بقدر الله وخبره وشنو يا خو دير لي فوتو كوبي ودير 30 لو كان دير ان شاء الله تصاك حاجه مليحه لو كان ما ديرش قال لك راه صاكش حاجه عيانه ولا يا خو ان شاء الله مريقله ربي يحفظك قول باللي كان توزع حاجتك حضر اذا كان اذا كان وضع عندنا هذاك يقسم يدير قسم والمدرحة عالم كان قسم يدير كما قسم كما قسم رسول الله عندما راى صلى الله عليه وسلم جبريل قال انني ان البلاد نفسي بيدي هني يقسم كان عالم يقول اما يقول كلمه هذه كلمه هذه كلها دراهم صح كيفاش هذه قريتها انت يا استاذ هذه 40000 المجاهد وهذه تاع لو كان ما تسربيهاش قال لك ما تصرى حاجه ماشي انا خفت انا استاذ صح انا قلت حركهم 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 وصدك على تندر استاذ اسمح لي استاذ حبيت انا نسقسيك انا باسكو انت بزاف ناس راهم يقولوا بدعه انا جا قبل عندي واحد قال لي هذه بدعه ما قلتش بدعه انايا قلت لك بدعه لكم نوصل لك هي الصح هي فعلوا خير فعلوا خير على كل رجل صالح ولكن رسول الله عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم بارك يومي على امتي المتشجعون والمتنفعون والمتفلسفون والمتفيقون كلهم العلوم تما انت هذه الوصيه راك شغل كذبتها هكذا لا مو كذب الوصيه وانما انا شاعر انا ناكر اسمع اسمح لي معليش اما هذه الوصيه انا ناكر لها لماذا ناكر؟ لان وصلت لعده رسائل عندما كنت في الحرم بكي انا من غير بالكتاب بيان سير على كل حال الكتاب وحاجه تاع دنيويه راني نتحرك فيها ونخدم على شي انا باسكو كي قال لك تما زعما عليك وصيه من المدينه المنوره ما كاش منها مالا عطني الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم اطلع 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 التاريخ اطلع التاريخ اطلع التاريخ باش مات عطني النهار اللي مات فيها انا نعطيك النهار في مكه الشهر واش من نهار؟ بالجمعه بالجمعه خلينا سبحان الله الله اكبر تما انت تما انت مسلم انت مسلم اللي رجعون الله حي اللي يموت الباقي له والعاقل هذيك الحفره ما تتسالى قد ما دير لها الخير ما درت والو عند ربي الا برحمته انت على ما تحوش عليا ما تفتش بالجمعة بالاثنين شيخ ربي يحفظك استاذ في يوم 5 جوان الله اكبر الله اكبر في يوم 5 جوان ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي ان الله غفور رحيم حس بالراحة نحس بالراحة ثاني ان شاء الله شراب ثاني ان شاء الله ما تحوش عليه خليه هو على بالك يوم الخميس يوم اثنين 5 جوان 1632 ميلادي الله اكبر قد رسول الله مات الله حيش لا يموت والله حيون لا يموت قال اول 10 هجري ودفن يوم الاربعاء 8 جوان الله اكبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله عليه الله يهديك ان شاء الله انا ذاك مازال ما اتخذش عليها يعني كما يقولوا القرار مليح مي نزيد نحب نبحث صح مو شاك شاك هكذا انت في رايك راني شاك لها في الوسط راني في الوسط اوساطها وخلاص شيخ تما دوكا هادو ما الناس لازم ما تنشرش هاد الحاجه لا تنشر هذه الامور كلها بدعه ومن في الفيسبوك مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي ما لازمش تبارطاج كل انسان يحذر
ان يفعل مثل الامور. باسكو الناس شغل يخوفوهم يقول لهم انشرها لو كان ما تنشرهاش كش ما يصرى لك انشرها لو كان. هذه الاقدار بيد الله يا ناس. كلش بيد ربي بارك الله فيك. الله عز وجل يبارك فقدرنا في العام القادم، يعني كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، وكل قدر من عند الله خير، كل رحمه من عند الله كرم، وكل مصيبه من انفسنا في ربي، ماشي تسمى كلش في ربي. لا تخاف، بارك لا الله خوف عليكم. بارك الله فيك. عشان اقول لاي مسلم كان في هذا الكون لا تخاف، اي انسان يقول لك كم ديرش هذا كم ديرش هذا بالشفاء هذا بالشفاء، هي يموت تماك تموت. هم في الفيسبوك شيخ يديروا لهم رايتوا عده لو كان ما تبارطاجيش فان الشيطان هو اللي منعك وكذا 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 وكذا، هذه كلها ترهات وكلها سخافات. فان اذا اليد لم تكتب فان اللسان يدعو، واذا اللسان لا يدعو فان القلب يحس، وان القلب لم يحس فان العين تدمع. فانت لا تدخل في غيبنا وفي غيب الله تبارك وتعالى، حتى لا تعلم الغيب. ربما انا قراتها ولكن دعوت له بالشفاء، وانا قراتها ودعوت له بالرحمه، وانا قراتها وبكيت لان لم اكتب اي شيء، لا اعرف الكتابه، هناك لا اعرف الكتابه ولكن يدعو. بارك الله فيك. نصيحتي اليكم فاحذروا من هذه الترهات والسخافات، هذا شيء لا ليس موجود في شريعتنا. ربي ما دام لا يذكر الحديث براويه ولا يذكر الحديث من اتى به فهذه كلها بدعه. وبعض العلماء يقولون بان الانسان الذي ابتدع امور مثل هذه ومعتقد بانها بدعه فقد كفر. بارك الله فيك. الميساج اللي حبينا نلحقوا اتخافيغ الحلقه تاع اليوم سيكو الحكايات هذوما كامل ما كاش منها باللي مجرد جهل وخرافات برك جاسبر نحوها من المجتمع تاعنا. كانت هذه الحلقه تاع اليوم، جاسبر تكون عجبتكم. الله يفارقنا بلاد نوب يا منعش.